أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا مشاهدي متر الصحافة لهذا اليوم. في الأمس في أول الأمس كنا قد ألقينا الضوء في حديث خاص مع الكاتب والباحث الفلسطيني أنطوان شلحت حول الأرشيف الفلسطيني المنهوب، لكن كل ما يحيطنا من أحداث في غزة والقدس والضفة الغربية ومدن وقرى داخل الخط الأخضر تكفي أيضا لتوثيق أهم أرشيف فلسطيني بعد النكبة، وهنا لا يمكن أن نطلب من كاتب التاريخ وموثق الأرشيف أن يتمهل. في حلقة اليوم من متر الصحافة سوف نستعرض حصيلة هذا الأسبوع من عناوين وأحداث وصور، أبدأها مع العناوين العربية والعالمية. نشر على موقع CNN ليبرمان يكشف عن 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وفي رأي اليوم بالتوازي مع الجهود لعقد هدنة طويلة الأمد بين الاحتلال وحماس، مساع حثيثة لعقد مؤتمر ثلاثي مصري فلسطيني وإسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة. وفي CNN العربية أمريكا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة اعتداءات حماس على إسرائيل. وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان لها أن الهجمات الأخيرة التي نفذت في قطاع غزة هي الأكبر منذ عام 2014، فقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة ضربت مناطق مدنية ومنها حضانة أطفال. وتابعت هيلي في بيانها يجب على مجلس الأمن أن يعبر عن غضبه مما حدث ويرد على هذه الاعتداءات الموجهة نحو الإسرائيليين الأبرياء، وعلى القيادة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية سماحها بحدوث هذه الاعتداءات من غزة. ونشر على الحياة اللندنية الفلسطينيون يسيرون أول سفينة تبحر من غزة لكسر الحصار. وعلى سكاي نيوز رئيس المكسيك لترامب لن ندفع أبداً تكلفة جدارك الحدودي. قال الرئيس المكسيكي مجدداً أن بلاده لن تدفع أبداً تكلفة جدار حدودي يرغب نظيره الأمريكي دونالد ترامب في تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة. لن تدفع لا الآن ولا في أي وقت آخر. وعلى وكالة الأناضول أردوغان العدالة والتنمية يمتلك القدرة على النهوض بتركيا دولة وشعباً. وفي القدس العربي اجتماع دبلوماسي استخباراتي بين مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة. أعلنت مصر عقد اجتماع دبلوماسي استخباراتي مع فلسطين والأردن بالقاهرة لبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية أن الاجتماع الثلاثي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية ومديري الأجهزة الاستخباراتية في مصر والأردن وفلسطين. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة. ويأتي الإعلان عن انعقاد اجتماع القاهرة بعد 48 ساعة على تصعيد عسكري متبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو الأكبر منذ حرب الجرف الصامت عام 2014.